ورجعنا لكم بعد الفاصل، وطبعا احنا كلنا بنستنى الفقرة الجميلة دي، فقرة الجمال. انا بشكر الاول ضيفتي العزيزة من بلد السحر والجمال الاقصر، طبعا كلنا بنعشق البلد دي، وانا طبعا مبسوطة جدا ان هي جات لي وشرفتني النهاردة بجد، وكمان جابت لي حاجة جميلة قوي، جابت لي هدية فوق الرائعة لبنات حواء. يا جماعة بصوا الجمال، بلد الجمال وبلد الأقصر، ومعانا رحبوا بضيفتي الجميلة هبة عويس خبيرة التجميل. أهلا بيك يا هبة، اهلا بيك، بجد شرفتينا النهاردة. تسلم يا جميل. وبلد السحر والجمال طبعا معانا أحلى خبيرة تجميل وأجمل خبيرة تجميل. تسلمي. خلينا نطلع نشوف فيديو ونرجع تاني. تمام. ليش ورجعنا بعد ما شفنا الشغل. بصراحة يعني السنتر ما شاء الله، الله أكبر. احنا تسلمي بنحسدش، حاجة. احنا بنحسدش، احنا بنقر بس. بجد بجد ما شاء الله، الله أكبر. يعني احنا بجد من بلد الجمال والسحر نشوف سنتر زي ده فوق الرائع. تسلمي. وخبير التجميل بجد انا بشكرها جدا يا جماعة. الميك اب النهاردة على فكرة من هبة عويس، يا رب ان شاء الله يعجبكم زي ما عجبني انا بصراحه حبيبتي بجد. تسلمي لي. وناعم وخفيف يعني ده غير الماتيريال، الله اكبر. يعني ما شاء الله شكلك بتشتغلي بماتيريال تحفه جدا، وعارفه انت بتعملي ايه ومتمكنه، لانك سالتيني كده بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، قلت لك اشتغلي واشتغلت. والله اكبر ما شاء الله. طيب خلينا النهارده، طبعا احنا مع بعض كتير، بس احنا النهارده عايزين نتكلم عن الشعر. طبعا كلنا بنعاني مشاكل كتير قوي في الشعر في الشتاء بالذات. خلينا بس نعرف الاول يا هبه، احنا عارفين ان البشره دهنيه وبشره وبشره وبشره، طب هل في الشعر كمان ليه انواع؟ ليه لان انواع احنا ما بس نعرفش. الفروة مش الشعر. الفروة اللي هو الفروة. الجلد. بالظبط تمام. كده. مشاكل الشتاء بتبقى اكتر بالنسبة للفروة الدهنية، طبعا القشرة بتبقى كتير، وده بيبقى سبب من اسباب التساقط. طبعا ده بيبقى مشكلة في فصل الشتاء، وطبعا ده كمان اللي بيزوده استخدامنا للمية السخنة كتير بالنسبة للفروة، بيزود يعني انا مثلا ممكن يبقى شعري او فروة شعري جاف او دهني او زي بالظبط بشرتنا كده. عادي عادي كده. بالظبط. طيب انتي بتتكلمي عن غسيل الشعر، طب هل ده بيأثر على التساقط والحاجات دي، ان انا مثلا اغسل شعري كتير، او انا من النوع اللي احب كل يوم كل يوم اغسل شعري؟ بيأثر طبعا تساقط، وبيأثر كمان بالنسبة لجفاف الشعرة نفسها. يعني هو المفروض الغسيل بيبقى مرتين في الأسبوع، أو مرة بيبقى كفاية جدا، لكن الغسيل المتكرر لا، طبعا ليه أضراره على الشعر. ده بيفرق من فروة لغيرها لا، ولا ده ايه؟ بالنسبة لكل أنواع الشعر. الغسيل الكتير لا طبعا مضر. طبعا، لأن الشعرايه بتفقد بيضعف الزيوت صحته. الطبيعية. الزيوت الطبيعية اللي الفروة بتفرزها، لا انتي طبعا بتدمريها، يعني بتضيعيها بالغسيل الكتير.
قولي لي كده معلش تاني، المفروض ان احنا نغسل مره واحده؟ مرة أو مرتين بالكتير قوي في الأسبوع. تمام. طيب انا دلوقتي مثلا شعري بيقع واتبعت اللي انت بتقولي عليه، مثلا بغسلوش كتير زي ما انت ما بتقولي. طيب التغذيه اللي انا ممكن اتغذاها دي هل برضو بتأثر على الشعر؟ او طبعا من اسباب التساقط الانيميا، ومثلا لو في افراز غده معينه برضو ده بيزود التساقط، كل دي اسباب. يعني ليه اسباب كتير، اه طبعا المفروض التساقط ان ليه انا اسباب كتير. المفروض ان انا اتجه للطبيب لو انا عندي تساقط فظيع، اه طبعا ولا لو المفروض ان التساقط، انا هي التساقط قولي لي تقريبا كده. بيبقى ماكسيمم مثلا 100 شعرايه في اليوم. لا التساقط لو بس ازيد انا من مش كده، هعرف ما هو بتشعر. بيبقى باين، يعني بيبقى مثلا تحسي شعر على طول باستمرار بيقع. تمام، بيقع بكميات كتير، تلاقي يعني مثلا خمشت بنات وقت التسريح، اه وقت بنات النوم مثلا مثلا تقول لك انا تلاقي قمت من النوم شعري على بالظبط. اه لا المخدة، بيبقى واضح ده التساقط التساقط. العادي عن التساقط اللي هو الزيادة، وقتها طبعا لازم الدكتور ولازم تحاليل معينة هو بيطلبها منك علشان يعرف المشكلة بالظبط فين. لكن انا يعني المفروض ان انا اغذي شعري ازاي؟ يعني انا لو مثلا اكل الخضروات اكل ايه عشان اه طبعا اخلي لازم شعري الخضار، لازم حلو؟ تشربي مية كتير، ده صحي كمان للبشرة وللشعر، دي حاجات أساسية يعني. تمام. طيب مفروض ان انا بما ان احنا كنا لسه دلوقتي مع دكتورة نسا، برضو هل ده بيأثر على الشعر ان انا اكون حامل ولو انا شعري بيقع؟ هل انا المفروض اروح للدكتورة ولا اروح لخبير التجميل؟ لا تروحي للدكتورة طبعا. وبالنسبة للحوامل بياخدوا فيتامينات معينة في كل شهر علشان يقدروا يحافظوا على شعرهم، على أسنانهم، على عظمهم، على صحتهم. لا الموضوع ده بيبقى مع الدكتور المتابع طبعا. لكن هو لو انا حامل شعري ممكن بيقع كتير اه عادي، لا في، لكن بس ما اروحش مثلا واقول انا شعري بيقع احط له زيوت حاجات كده. لا لا تمام. طيب هل مثلا يعني احنا طبعا كلنا ممكن يكون شعرنا بيقع، لكن بيأثر مثلا على الربطة معينة، لمة شعر معينة، هي دي برضو تسبب ان هو يتقصف او يقع؟ لا لا التقصيف او جفاف الشعرايه بيبقى خاص بالترطيب بقى، اللي هو تغذيه سليمه، ترطيب الشعرايه اذا كان حمامات الزيت، حمامات كريم، استخدام بلسم، استخدام حاجات مناسبه لنوع شعرك. تمام، هو ده اللي يأثر. انما لا ربطه معينه او انت تلمي شعرك ازاي او الكلام ده، لا ملوش دخل خالص بان شعرك بيتقصف او التساقط. طب بالنسبة للأطفال، يعني أنا ممكن بنتي مثلا لا لا الاطفال انا صراحه شعرها مثلا يعني بشوف يقع. مثلا، اه بشوف اطفال لسه يدوب شهور فطلع لهم يقوموا عاملين حاجه صغيره كده، فلا ده أيوه. حرام يعني. لا المفروض ده شعرهم بيبقى لسه في مرحله التكوين، بيبقى ضعيفه جدا البصيله، مش المفروض ان هو يتلم يعني. يعني المفروض ان انا اعمل ايه لبنتي ان انا ما اوقعش شعرها او احافظ على شعرها من البدايه، يعني ما يجيلهاش مثلا صلع هنا او الحاجات اللي احنا بنسمع عنها، لا انتي انا سيبي بنتي شعر شعرها الطفل، رجع اه لورا. الطفل لحد سنتين الطفلة لا يتساب شعرها عادي جدا، يتسرح شامبو الاطفال مش اكتر من كده يعني. حتى كمان حتى الدهان لا يعني بلاش منه يعني، لان الزيوت بتبقى اوقات تقيلة على الشعراية، فده بيبقى ضرر ما بيبقاش نفع. طب انت جالك قبل كده يا هبه حاله مثلا شعرها باظ اتحرق اه كتير، بسبب ان هي لعبت فيه؟ لا كتير، حنة فرد وصبغات، لا بيبقى كتير، بس طبعا ده بياخد وقت يعني. مثلا ومش كله بيبقى العلاج بيبقى في نفس الفترة يعني، مثلا في شعور بتبقى الاستجابة معاكي من شهر ونص مثلا لحد 3 شهور، وفي شعور بتحتاج أكتر من كده. يعني على حسب نوع الشعر ولا على حسب لا على الضرر حسب اللي حصل؟ الضرر، على حسب الضرر هو اللي بيتحكم في فترة العلاج. تمام. طيب طبعا احنا بنسمع كتير قوي دلوقتي عن بروتين وطبعا كان في الاول كرياتين، بقى بروتين وبقى ايه تاني حاجات كده مش لا عارفين حاجات ايه. كتير في المجال ده بقى، بروتين وبوتكس وبروباتكس وكولاجين فيلر. طب كلميني عن الحاجات دي، احنا مش عارفينها. بصي هو احنا كلهم اخرنا البروتين. يعني احنا هما وصلنا كلهم البروتين. حاجات اللي هو التطور بتاع البروتين بضرر اقل، وكل شعر على ليه المناسب ليه
يعني انا مثلا بتجيني واحده شعرها لا مش مناسب ليها البروتين، اه دي مهمة جدا. طبعا البوتكس والبروبوتكس بيبقى نسبه الترطيب بتاعتهم اعلى، وبرده في نفس الوقت بيدوكي نسبه فرد، فلا هي ممكن يبقى شعرها شرايا ضعيفه، او هي طبيعي يعني شكلها كويس بس فيها تقصيف وهيشان، فهي محتاجه للترطيب، انا مش مضطره ان انا اعمل لها البروتين، فبحط حاجات تانية. مثلا واحدة شعرها خفيف مثلا، الفيلر بيديكي سمك للشعراية، يحسسك ان في فوليوم، يعني ان في كثافة في الشعراية. بس يعني انت اللي بتحددي ان انا اعمل لك ايه، مش عميله مثلا تجي لا لي انا تقول لك بنصحها، يعني مثلا وتنصحيها. هي بتيجي مثلا عايزه تعمل بروتين، فانا بقول لها لا مثلا البروتين مش مناسب ليكي، مثلا عايزه تعمل البوتكس اقول لها لا البوتكس مثلا، وهي عايزه نسبه فرد عليه اقول لها لا البوتكس مش هيديكي نسبه الفرد. احنا بصراحه انا سمعنا عنك ان انت ما شاء الله عليك، يعني تسلمي اولا يا رب محبوبه، حبيبتي. ثانيا بتدي النصيحة الصح، وفعلا عملائك كلهم بيسمعوا كلامي. معانا دلوقتي عميلة من عملاء هبة، اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم، عليكم السلام، اتفضلي، اهلا ازيك؟ وسهلا. انا اسمك ايه؟ عميلة عند استاذة مدام هبة. اسمك قولي لنا اسمك كده. اسمي ياسمين، مدام ياسمين. اهلا بيكي يا ياسمين. اهلا وسهلا، انا سعيدة اني شفت حضرتك على الشاشة مدام هبة. مدام هبة هي مش انا. حددي صح، احنا اسمي. الاثنين هبة. عاملة ايه؟ وانا وشغلك اصلا ممتاز جدا جدا جدا، انا حبيبتي بتعامل معاكي تسلميلي، والشغل بتاعك كله جميل ما شاء الله، الله اكبر عليكي، تسلميلي ياسمين، ودايما من نجاح وتفوق يا رب ان شاء الله، يا رب يا حبيبتي، وانتي تستاهلي كل خير والله. يا هو تسلميلي يا جميلة، ما تحرمش منك. الله يخليكي يا عملتي حبيبتي. شعر عندها يا ياسمين؟ عملتها، عندها بروتين حلو جدا جدا، ما شاء قعد الله، معايا فترة تمام، وبتعامل معاها على طول، حاجتها كلها ممتاز ما شاء الله ما شاء الله، والله ما شاء الله عليها، الله اكبر، يعني شكرا ربنا يزيدها يا رب، ومن تقدم النجاح دايما ان شاء الله. شكرا جميل يا جدا ليك حبيبتي، ياسمين، متشكرة أوي شكرا جدا ياسمين. على اتصالك. طيب قولنا كده، احنا كنا لسه بنقول على البروتين. طبعا احنا عارفين كلنا ان البنات بيحبوا القعدة، ويلا نجيب بروتين مع بعض ونعمل ونحرق ونبوظ، وفي الاخر يروحوا لخبيرة التجميل. طيب انت المفروض انصحي كل بنت ان هي تعمل ايه؟ يعني لا ما معلش. ينفعش، هي قعدة البنات في الحاجات القعدة دي. الحلوة دي. طبعا لا، يعني البروتين اللي اكتر من ان هي تكون مادة كويسة، مش تبقى مادة مجهولة مصدر. الاكتر اللي يعني الاكتر من كده والاهم من كده ان هي طريقة التطبيق تبقى صح. يعني ممكن تبقى المادة كويسة جدا، لكن طريقة التطبيق تسبب ضرر للشعر، طريقة فلازم حد، التنفيذ. طبعا لازم اللي ينفذ البروتين ويطبقه لازم يكون متخصص في الحاجة دي وعارف بالظبط هو بيعمل ايه. برضو طبعا يعني زي البروتين هو زي الصبغة بالظبط. برضو، نفس القعدة الحلوة اللي بيقعدوها دي، ويقعدوا يعملوا شعرهم ألوان كده وحاجات غريبة. جات لي صدفة كده الموضوع ده، واحدة اه كانت لا بوظت كتير، شعرها بالصبغة مثلا، اه لا كتير طبعا، يعني حاجات غريبة احكي الواحد لنا كده. بيشوفها. لا هما بصي، هما يعني يقعدوا مع بعض، فكل واحدة ايوه تقول نصيحتها للتانية، تروح هي بيسمعوا. بالظبط. ايوه فيعني في اللي بتبقى حارقة شعرها ومشيطة، فلا الدنيا بتبقى معاهم صعبة جدا. بتعالجي بقى الموضوع ده طبعا بنعالج. عايزة اقولك كمان يعني الموضوع ده بيسبب، ممكن بيوصل لدرجة ان هو بيوصلوا يحرقوا شعرهم طبعا الاكسجين، لان هم ما بيعرفوش مثلا تركيز الاكسجين النسبة، بيبقى قد النسبة ايه، بالظبط ايه محتاجة ايه. المناسب طبعا لكل شعرايه. فلا طيب بالنسبة، معلش بقى ده سؤال شخصي مني، اتفضل. بالنسبة للشعر يعني دخلنا في الصبغات، طب قولي لنا كده موضة الألوان الصبغات ايه السنة دي؟ الجراي والاشقر، البلوند هي اللي نازله طيب في الشتاء دي. طيب قولي لي كده عشان نخلص بس من الشعر، مفروض الروتين لكل بنات حواء للشعر المفروض ان هي تعمل ايه عشان تعتني بشعرها ويفضل جميل ولامع وما يحصلوش اي ضرر؟ زي ما قلنا طبعا استخدام طيب الغسيل بتاع الشعر بيبقى مرتين او مره بس في الاسبوع. ماشي. لازم بلسم، حمام كريم، ايوه الزيوت تتعمل حمام زيت، ما تدهنش على تتحطش على الشعر الشعرايه. كده. ايوه تبقى حمام زيت ما تدهنش على الشعرايه مباشره. تمام. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل فقرتنا.
رجعنا لكم بعد الفاصل مع خبيرة التجميل هبة عويس. طبعا احنا اتكلمنا قبل الفاصل على الروتين اليومي للشعر. طيب في حاجة مهمة جدا، ان انا لما اجي اعمل بروتين، المفروض ان انا عملت مثلا دلوقتي بروتين، المفروض ان انا اقعد قد ايه تاني عشان اعمل بروتين تاني؟ قصدك الإعادة يعني؟ اه ما تبقاش قبل. إعادة؟ لا مش إعادة، أنا عملت بروتين دلوقتي، يعني مثلا المفروض أقعد قد إيه؟ يعني مثلا إحنا بنسمع البروتين ده يقعد مثلا 3 شهور 6 شهور هو ولا المفروض إيه؟ بيبقى يعني ما يتعادش قبل 6 شهور، أه يعني ما اللي تعمل بروتين ما تفكرش انها تعمل تاني قبل 6 شهور، تعمل تاني. لان أصل أنا بسمع كده إن هما بيعملوا لا بروتين، لا لا علشان أصل ما عجبنيش أعيد عليه تاني. لا لا مش قبل 6 شهور، أه لا حتى لو باظ، لا حتى يعني لو لا في شعرها حالات، باظ. في حالات مثلا الشعر بيبقى مسامي عنيد حبة شوية، اه فلا ده بيبقى محتاج لجلسة تانية، هم بس بتتعمل بطريقة معينة بدرجات حرارة معينة هم بحيث انها ما تضرش الشعر قوي. برضو مع خبيرة بالظبط بروتين فاهمة يا جماعة هي بتشتغل ازاي، يعني مش اي حد يروح يحط بروتين وخلاص. طيب انا دلوقتي معلش لكل بنات حواء وكل العرايس مخصوص تانيين الفقرة دي النهاردة، انا دلوقتي عروسة وعملت شعري بروتين، المفروض ان انا بقى رايحة شهر العسل وهيص بقى في البحر وهيص الهيصة دي البسين. بتحصل كده. ايوه الهيصة دي ايه ضررها على البروتين اللي انا عملته ودفعت عليه الاف؟ ولا اي حاجة طبعا، بيضيع خالص. بجد يروح؟ طبعا حمام البسين والبحر لا بيضيع ال يعني ما البس طيب كاب او البس هو بونيه ممكن، او حاجة؟ وبرضه نبعد عن الميه، يعني ممكن نعمل كده في احتياطات انا بقولها للعرايس او للي هم بيبقوا عاملين سواء مدامات او كده بيعملوا بروتين وبييجوا مسافرين، طبعا نعمل ايه؟ لا في احتياطات طبعا بقول لهم عليها بيعملوها، بس برضه يحاولوا على قد ما يقدروا يبعدوا الميه عن الشعر. تبعد الميه. بالظبط. طيب في حاجه برضو عايزين نقولها البنات حواء، دلوقتي انا عملت بروتين، هل البروتين ده ليه حاجات معينه انا استخدمها، ولا انا اروح اعمل شامبو واحط زيت وارجع اقول لك ايه معلش اصل انا باظ؟ لا هو فعلا هيبوظ. اه لا هو فعلا هيبوظ. منتجات معينه لازم استخدمها. بالظبط. لازم مجموعه افتر كير خاصه بالبروتين طبعا. بنحافظ على الترطيب على قد ما نقدر، لان جفاف الشعرايه بيكسر البروتين ويخليه يفك بسرعه من الشعرايه، كتر ما تحافظ، كل ما تحافظ هي على الترطيب كل ما بيطول معاها الفتره بتاعه البروتين في الشعر. يعني مش شرط ان انت مثلا تقولي لي البروتين ده هيقعد معاكي قد كده، انا كل ما احافظ عليه يقعد معايا اطول. بالظبط. مش كله بيبقى في نفس الفتره. طب بنشوف بنات مثلا الجذور عندها مكسره وشعرها حلو قوي، هل انا ممكن اروح اعمل الجذور دي بروتين ولا ايه؟ بس زي ما قلنا مش قبل ال6 شهور، هو طبيعي الجذور المكسره دي علشان الشعر بيطول. ده الشعر الطبيعي. بالظبط. فبيطلع على اساس الشعرايه اللي هو الشعرايه الطبيعي، فده طبيعي، بس هي تعيد عليه امتى؟ اللي هي الاعاده اللي كنا بنتكلم ايوه فيها من شويه، ده مش المهم، قبل 6 شهور. مش قبل 6 شهور ان انا بالظبط. ممكن اعمل الجذور. طبعا عشان الحراره طبعا لا مضره على الشعرايه، ومش المفروض ان احنا تبقى على فترات متقاربه، يعني هي اقل حاجه 6 شهور. طيب البروتين ده او الانواع اللي انت ذكرتيها ممكن تنفع للاطفال كمان ولا لا ايه؟ انا ما بفضلش ان انا اشتغلها اطفال الا في حالات معينه، يعني لو مثلا بتجيني بنوته بيبقى تسريح شعرها صعب جدا، يعني فحرفيا بتتعذب شعرها ما بيتسرحش مثلا، هم دول بس اللي انا ممكن بشتغل لهم، وبرضه ما بيبقاش اقل من 8 سنين. يعني لازم يكون شعرها مثلا اللي هو الخشن او الافريقي كده بالظبط. هو هم ده دول اللي بس. لكن لو واحده مثلا شعرها كويس جايه بطفله، لا انا برفض ان انا اشتغل لها. المفروض ان انا عندي كام سنة ابدأ ان انا احط بروتين؟ يعني هو لو شعر كويس مش قبل ال12 سنة. مش قبل 12 سنة لا لو يعني. شعر كويس لا مش قبل 12 سنة، لكن لا شو الشعر سنة انا مجرد. يا هبة ده عمالين يقولوا انا شعر بنتي بايظ، وكل الامهات دلوقتي بقت تستسهل ان هي تسرح ما وتعمل هما فعلا بيستسهلوا، بس وتقول فترة لك الطفولة دي يلا فترة حط لها. التكوين، لا مش أي شعر بنحط له وما يتحطلهوش، زي ما برضو قلنا من شوية، مع شعر الطفل زي الكبير مش أي مادة تناسبها. تمام. طيب بالنسبة بقى يعني احنا هناخد بس مختطفات النهاردة كده عشان كل بنات حواء وجمالهم،
احنا في فصل الشتاء عايزين الترطيب للبشرة الجافة، يعني المفروض ان احنا نعمل لها ايه؟ لا هو لازم اصلا في الشتاء الجفاف البشره بيزيد، فلازم الترطيب يبقى اعلى. برضو لازم روتين، ده يومي وفي روتين شهري بيبقى للبنات. كمان يومي وشهري؟ لا بالظبط ده انتي كده. قولي لنا بقى الموضوع ده. بالنسبه اليومي الروتين اليومي بيبقى لازم تستعمل حاجات طبعا مناسبه لكل نوع بشره، ليها حاجات مختلفه عن التانية. الغسول، التونر، المرطب، و ده الروتين اليومي. والسكراب ده على الاقل مره في الاسبوع. دي حاجه وخطوه مهمه جدا. سكراب. طبعا. طب ده بيناسب كل اي بشرة لا ولا؟ الروتين ده لكل انواع البشرات، بس المنتجات هي اللي بتختلف من نوع بشره لبشره. طب الروتين ده يا هبة برضو صيف وشتاء عادي، ولا ده اللي انت قلتيه ده للشتاء بس؟ لا ده يومي، صيف وشتاء في كل الاوقات يعني، بس في الشتاء عشان الجفاف بيبقى اعلى نسبة، لا بنزود الترطيب، بنهتم بالترطيب. يعني المفروض ان انا استخدم لبشرتي كريمات ولا ممكن احط زيوت؟ ده الترطيب، لا بتبقى ده سؤال كريمات. مهم جدا. لا بتبقى بقول لك انا كريمات، وبتبقى حاجات كمان بشرتي طبية من الصيدلية يعني، مثلا مش من العطار يعني، انا بشوف صابونة مش عارفة ايه، طيب كريم بتاع ايه، طيب انا ما اعرفش الحاجات دي اصلا، ما قلت مصدر. خليكي دايما في الحاجات اللي هي تبقى منتجات طبية امنة على بشرتك او شعرك، ايا كان لازم تبقى حاجات انت ضامناها وواثقة فيها وعارفة مصدرها منين، تبقى الشركات ليها اسمها، الحاجات دي مهمة يعني. دايما كل بنات حوا بنقول لهم وكل خبراء التجميل معانا بيقولوا لنا ان احنا لازم نشوف مصدر المنتجات. اي شعر بشرة لازم تكوني عارفة مصدر الحاجة دي ايه، مش اي حد يقول لك خدي ده استخدميه استخدميه. وبعدين كمان في يعني عايزاكي تقولي لكل بنات حوا برضو حاجة مهمة جدا، ان مش كل يعني انا بشرتي غير بشرتي، اكيد طبعا. يعني خدي استخدمي البتاع ده لا ده حلو انواع قوي على البشره، لا الماسك ده انواع بالذات. البشره الماسكات كتير. يا هبة ايه ظروفها برضو؟ اي نوع من الماسكات؟ عشان ماسكات يعني كتير. انا دلوقتي ممكن استخدم ماسك معين عجبني وحلو وحلو على بشرتي جدا وبيضني، انتي ممكن تستخدمي؟ لا طبعا، لو واحده بشرتها حساسه هتتضرر منه، بيحصل التهابات، بتظهر حبوب، تهيج جلد، مش كله بيبقى مناسب يعني، حاجه اللي تناسبك اكيد ما تناسبنيش، فما ينفعش ان انت مثلا حاجه جابت نتيجه معاكي تقولي لي خدي جربي دي، فانا هاخدها وانا فرحانه بيها اجربها على طول، ممكن تحصل بعدها كارثه يعني. طيب سؤال مهم قوي قوي وكل البنات بيقعدوا مشغولين بيه. احنا بنشوف طبعا الميك اب بيبقى مختلف تماما في الصور غير الحقيقه، او انتوا بتعملوا حاجات كده غريبه جدا. ازاي انا اعرف اداري عيوب بشرتي؟ يعني بصي، هو الموضوع ده بيبقى عامل لنا احنا مشكلة، الصور غالبا بتبقى مش زي حتى الميك اب في الحقيقة يعني. مثلا انا لو عندي عروسة مثلا او ايا كان سيلا، انا هبعمل لها الميك اب، عندها حباية بارزة مثلا في وشها، دي انا الميك اب مش هيداريها، انت فاهماني؟ تمام. فمثلا واحدة عندها حفر في وشها، برضو الميك اب مش بيداريها، لا هو بيقلل من ظهورها لكن مش بيخفيها. انما لا احنا مثلا عندنا حاجات بنستخدمها مثلا في الميك اب، مثلا لو هالات سودة، اماكن محتاجة الاضاءة، بقع مثلا، تصبغات في البشرة، حباية حمراء مثلا لونها محمر شوية، عاملة احمرار في الجلد، لا كل الحاجات دي احنا بنقدر ان احنا نخفيها، لكن في حاجات تانية لا، الميك اب طبعا ما بيخفيهاش، بيقلل من ظهورها لكن لا بتفضل موجودة. طبعا احنا بنشكرك جدا جدا، وبشكرك كمان تاني مرة على الهدية الجميلة حبيبتي تسلمي. من الأقصر. وطبعا لينا حلقات وحلقات هنتكلم كل مرة عن حاجة تخص كل بنات حواء. كان معانا النهاردة هبة عويس خبيرة التجميل. ان شاء الله بإذن الله اشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله، مواضيع جديدة وفقرات جديدة. اشوفكم، اقول لكم مع السلامة، باي باي.